إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا أن تتابعوا البرنامج على صفحتنا على البث المباشر في اليوتيوب، ويمكنكم أيضا أن تتابعونا على صفحة الفيسبوك لدار الإفتاء الليبية أو الإذاعة المسموعة لدار الإفتاء الليبية 90.9. قبل البدء في استقبال الأسئلة عندي بعض يعني النصائح والملاحظات. أولها ما يحصل الآن في غزة وهو الموضوع المتجدد المتكرر، وقد بيّن فضيلة المفتي قبل يومين في برنامجه على قناة التناصح ما يجب على المسلم في هذا المجال بيانا كافيا، وذكرنا ذلك أكثر من مرة، وقلت أن ما يستطيع أن يفعله شخص مسلم للنصرة واجب عليه، إما بالمال وإما بالدعاء وإما بالكلمة وإما بالنفس، وإن كان هذا النفس صعب الآن على غير أهل غزة وعلى غير أهل فلسطين، لكن بالتعبير على الرفض لهذه الممارسات التي ينتهجها الكيان. كل ذلك قد بينه فضيلة المفتي وقلته أكثر من مرة، لكن عندي ملاحظتان في وسائل التواصل الاجتماعي. الملاحظة الأولى وهو ما يفعله بعض الشيعة تحديدا حزب الله وجماعة أنصار الله اللي هي يقولونها جماعة الحوثي، ما يفعلونه وما يرجوه منهم بعض السدج من أهل السنة والجماعة، ما يفعلونه يعني كل ما تصير حرب على غزة يخرجون الصواريخ ضافر وقاهر ومش عارف الكلام هذا ولبيك يا غزة وسندمر إسرائيل والكلام هذا، وهذا كل حقيقة ضحك على الذقون وإعادة لمكانتهم التي سقطت بعد الثورة السورية، لأن قبل الثورة السورية كثير من الناس كان يظنون أنهم فعلا محور الممانعة والمقاومة، حزب الله وبشار الأسد المهم، فلكن بعد الثورة السورية بان للناس، يعني عندما بدأت الثورة السورية بكل إمكاناتهم حزب الله بكل إمكاناته ذهب ليذبح أهل السنة في سوريا وبمسميات واضحة وصريحة، فاطميون وزينبيون والكلام هذا، وبالتالي بان لكثير من أهل السنة أنهم كانوا مخدوعين من قبل في مسألة حزب الله، والآن دخلت على الخط جماعة أنصار الحوثي الموت لإسرائيل والكلام هذا. هم في الحقيقة عمرهم ما فعلوا شيئا يؤذي إسرائيل ولا يؤذي اليهود، وإنما كل أفعالهم ضد أهل السنة المستضعفين نتيجة تخلي بقية أهل السنة عليهم. فالآن يعني ألاحظ بعض الناس يكتب وين حزب الله، حزب الله سيفعل وأنصار الحوثي ستفعل، والله لن يفعلوا شيئا إلا ما كان متفقا بينهم أو كان في مصلحتهم الدنيوية بغض النظر على جهاد ولا قدس ولا تحرير ولا غير الكلام هذا، زي الحرب اللي فاتت متاع رمضان أو قبل رمضان ضربوا حزب الله صاروخين في مكان فاضي، بس زي ما قلنا يردوا جزء
من الناس التي كانت مخدوعة لهم وأنهم ضد إسرائيل، وفي الحقيقة عمرهم ما كانوا ضد إسرائيل ولن يكونوا ضد اليهود ولا ضد الدولة هذه المغتصبة. وبالتالي ينبغي للمسلم أن يتنبه ولا يكون إمعة، أو إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. لا، هؤلاء لا علاقة لهم لا بتحرير القدس ولا بالمقدسات الإسلامية، ولا يهمهم ذلك لا من قريب ولا من بعيد. الحمد لله الوضع الآن أحسن، ولكنهم يحاولون إرجاع ما مضى، والظاهر أن القطار قد فاتهم ولم يصلوا إلى هذا مرة أخرى. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما يفعله كثير من المتصهينين العرب الذين هم أشد صهينة من الصهيونيين أنفسهم، في التشكيك في فائدة الصواريخ، والتشكيك في قادة المقاومة، والتشكيك في حركات المقاومة، بل وصل الأمر إلى بعض السفهاء إلى الدعاء للكيان على أهلنا في غزة. هذه الأمور، يعني التعليقات، هي كثيرة وليست كثيرة، يعني كثير من الناس أصبح يتكلم بهذا المنطق باسمه عند علم الدولة الإسلامية الفلانية والدولة الإسلامية الفلانية، ويشكك في المقاومة، ويشكك ويقول اليهود اللي هم يسمون فيهم دولة إسرائيل، هو هكذا يقول دولة إسرائيل ترد الصاع بالصاع. الحمد لله الآن هم من بدأوا وقتلوا 3 من قادة المقاومة مع عائلاتهم من 4 أو 5 أيام، وردت المقاومة والمجاهدون بناء على هذا التصعيد. لكن نجد من المتصهينين من ما زال يبرر. قلت هم كثرا، هم كثر وليسوا كثرا، بمعنى أنك لما تخش التعليقات تلقى مثلا 30 أو 40 أو ربما أقل شوية يتكلم عن أن اليهود عندهم الحق، وأن هذوما حماس أصبح صفتهم ونعتهم، والتانيين شيعة، الجهاد الإسلامي شيعة، وسرايا القدس أصبح خيرهم، وهذوك عايشين برا وأولادهم برا. المهم الكلام هذا اللي نسمعه فيه ديما تشكيك ونصرة لليهود. في الحقيقة في غالب هؤلاء لو كانوا حقيقيين فهم المثبطون المخذلون، والقرآن نص عليهم منذ فترة. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب. المهم هذو المثبطون والمرجفون والمخلفون من الأعراب موجودين منذ القدم، لكن كثرتهم الآن على قلتهم في الجهة الأخرى، يعني تلقى 150 أو 250 تعليق مع المجاهدين ومع المقاومين ومع أهل غزة، وتلقى 30 إلى 250 يعتبر عددا كبيرا، ولكن في حقيقتهم في الغالب هم الذين يسمون بالذباب الإلكتروني، ناس متخصصة خاصة في دولة الإمارات والسعودية للأسف، عندهم أماكن، وتلقى الواحد عنده راتب ومداير 40 أو 50 حساب بأسماء مختلفة، وكل ما تحصل مسألة تريد الدولة فيها جهة معينة يدخل ويناصر هذه الجهة لكي تظن أن المتصهينين كثر، وفي الحقيقة ليسوا بكثر. الأكثرون والحمد لله تعالى مع أهلنا في غزة ومع المسلمين المستضعفين أينما كانوا وتعينوا. حماس إخوان ولا هذوك شيعة ولا قول اللي تبي تقوله، لكن وقت أن يكون القتل مستمرا في المسلمين ما عادش تبدأ أنت تنقي بعدين تقول والله هذا شيعة خليه يقتلوه ولا هذا إخوان خليه يقتلوه، لأن القتل يطال الجميع، حتى المسيحيين منهم مش غير الإخوان بس، الأطفال والنساء والقنابل التي ترسل و يعني أقيمت عليها التقارير، قنابل ذكية يعني تستعمل في العادة لتحطيم الطائرات في المدارج السفلى وكذا، تستعمل ضد المدنيين. وغزة معروفة، غزة أكثر مكان كثافة سكانية في العالم، كثافة السكانية عدد الأفراد في كل كيلومتر مربع،
فغزة أكثر كثافة سكانية في العالم، فأنت كان لو واحد رشادة بس ستصيب ثلاثة أو أكثر، مش تضرب بصواريخ وقنابل معدة لخرق التحصينات القوية جدا جدا. فانظر كمية الموتى وكمية المصابين أو الذين سيفقدون بيوتهم وأرزاقهم بناء على هذه الضربات. فلا يحل لمسلم بعد ذلك أن يصفي حسابه ويكون نصيرا للكافرين. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للكافرين. فهذه من نعم البارئة على الإنسان أن يعرف المظلوم وأن يكون في صفه وأن يعرف الظالم ويكون ضده. أما أن تأتي مع الظالم لأن بينك وبين المظلوم خصومة، فهذا يوم القيامة سيكون في سجل أعمالك، وانظر ماذا ستجيب البارئ عز وجل بعد ذلك. بعض الناس يعني زي الانتخابات يقول والله اختاروا العلمانيين ما تختاروش الإسلاميين، وهذه صدرت من ناس متعلمة للأسف ومعروفة. قال علاش نختاروا العلمانيين ما اختاروش الإسلاميين؟ قال لأن الإسلاميين هدفهم الوصول للسلطة وهذه حقيقة، ويتسترون بالدين. بقى تمام الكلام، الظاهر أنه مقبول ولكنه ليس مقبولا لا من قريب ولا من بعيد. يعني يوم القيامة لما يقول لك ربي خيرك ما اخترتش الإسلاميين، تقول له والله لأنهم يتسترون بالدين وما يبوش يطبقوا الدين. باشين الحل اللي درته؟ والله اخترت اللي عادي في الدين مباشرة. يعني هل هذا يوم القيامة يقبل منك أو تستطيع أن تحتج به أصلا؟ وابن عمر يقول لما كان يعتق العبيد متاعه بناء على إسلامهم، يقولوا لا راهو يخدعوا فيك، هم ليسوا مسلمين. فقال لهم من خدعنا في الله خدعنا له. فأنت ما تبيش تأخذ على الأقل المسلم هذا أو الإسلامي ولا سميه اللي تبي تسميه لأنه يتستر بالدين وعندك معلومات قوية، خلاص ما تنتخبش. لكن تمشي تنتخب الثاني اللي يقول ياسر فينا الدين وشن هالتخلف وياسر 1400 سنة وتظن أنك أنت هكذا تحسن من ناحية الدين، فهذا كلام بعيد على بعضه ولا ينطلي إلا على السدج من الناس للأسف. ولكن هذا هو الواقع وما نراه، ولذا أحببت التنبيه عليه. المسألة الثانية التي أريد التكلم عليها هي مسألة القناة التي نشرت برنامج كرتوني، وكانت فيه مش عارف عبارة يعني وهي حتتكرر، يعني لو لم يضع المسؤولون لها حلا ستتكرر، مش عارف الله تو العبارة نسيتها. المهم يسوع الرب هيك حاجة، اطلبوا يسوع الرب ولا حماية، المهم كلمة فيها يسوع الرب هذه في قناة ليبية. الآن الواجب على المسلمين، والحمد لله معظم الناس بدأوا في هذا الأمر، انتشر الموضوع انتشارا كبيرا، والقناة عند كثير من الناس معلومة. يعني ما عرفتهاش إن هي الحق، لأن ما نتبعش التلفزيون بصفة عامة ولا القنوات الليبية بصفة أخص، لكن بعضهم قالوا ليبيا الوطنية ما نعرفهاش، والله حتى أشكالهم ما نعرفهم. لكن واحد قال لا هذه قناة خاصة ما يعرفش سمى اسمها. فهذه القناة ينبغي أن تحاسب، وينبغي أن تراجع المواد التي سبقت متاع شهرين ثلاثة. فإذا وجدت هذه متكررة، ممكن هي تكررت غير اللي ربك افتحها عليها صور المقطع هذا وقفة ممكن أول مرة، فإذا تكرر منها ذلك الأمر لابد أن تقفل كائنة ما كانت تابعة للدولة ولا غير تابعة للدولة، لأن الدولة تقدر تفعل هذا الأمر. والمسؤولون الآن أمام امتحان صعب، لابد من زي ما صار في مسألة القبض على المتنصرين، لابد من قفل هذه القنوات أو على الأقل محاسبتها بما يضمن عدم تكرار ذلك، لأن قد تكون جس نبض هذه وكان مشت هذه بدل بيديروها كل شهرين مرة يديروها في اليوم 10 مرات، وبالتالي قد يكون جسا للنبض. ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه القناة وردع بقية
القنوات، إما بغرامات مالية كبيرة، وإما بالإقفال من الأصل، وإما بمراقبة المحتوى، المهم بالطريقة التي تكرر، التي تمنع تكرار هذه المسألة مرة أخرى. بعض الناس له وجهة في هذا الموضوع، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن قال: لا تظن أن ما حصل الآن بالتحديد عبث، إن جابوها صدفة. قال: لا، هي وكأنها رد على القبض على هؤلاء المتنصرين والتضييق على المبشرين بالنصرانية، من يسمون المبشرين، وإلا في الحقيقة فهم ليسوا بمبشرين. فقال: انت وين قبضت على 5 غادي او تو نجيب لك في تلفزيونك انت قدام الناس، باش بدل 5 نجيب 100، بدل 10 نجيب 1000. قد يكون هذا الكلام وهذه الفكرة صحيحة وقد لا تكون صحيحة، قد يكون فعلا هم ردة فعل وبيبينوا انهم قاعدين في الساحة لاتباعهم او للناس الذين قبضوا على هؤلاء المتنصرين، وقد تكون صدفة. لكن في كلتا الحالتين لابد من للدولة، لابد للدولة والمختصين، وزير الإعلام، ولا هو المشكلة حتى ما عادش نعرفه لا من وزير الإعلام ولا مش عارف، أو المسؤول عليه الميديا هذه بصفة عامة، أو رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ولا المجلس الرئاسي، لابد من اتخاذ الإجراءات، وإلا يوم القيامة فأنتم محاسبون. هذه رعية الآن، وقد يتضرر بها، وخاصة أن جاءت للأطفال، قد يكررها الطفل عندما تأتي هذه المسألة مرة كلمة ومرة كلمة ومرة كلمة ومرة كلمة، يتشربها الطفل بعد ذلك ويصعب نزعها منه بعد ذلك، أن يسوع الرب وأن يسوع يساعد المخلصين من أتباعه والكلام زي هذا، حتى وإن كان لا يفهم معناها لكنه قد يتشربها ويتأثر بها. وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات الرادعة لهذه القناة وأي قناة أخرى تسير على سيرها، مثل القنوات أيضا المدارس الخاصة. الحمد لله أن الدين يعني محفوظ بحفظ الله، بحفظ الله له، لكن يقيد له من يحميه من عامة البشر، ربما حتى من شخص غير متدين أصلا، ولكن عندما يرى الهجوم على العقيدة يستفزه ذلك ويكون من المدافعين عنها، ولعله يكون سببا في تدينه الكامل بعد ذلك. مسألة المدارس الخاصة، المدارس الخاصة غير بتاع جامعة هارفارد ولا مش عارف، المدارس الخاصة التي تتبع جهات أجنبية، يعني من ضمنها أثيرت تقريبا من سنة أو نص سنة، أثيرت مسألة أن يجروا في قصة مسيحية بالكامل وتدرس للأطفال، فواحدة من الأخوات الليبيات جابت مدرسة خاصة منهم هم بتقررها بنتها في الإنجليزي في المنهج اللي كانت ما تعرفاش أصلا، هي رافعة بنتها وفرحانة أنها تقرأ في المدرسة البريطانية ولا المدرسة البريطانية الأمريكية ولا مش عارف شو اسمها، وفرحانة بها، وديما بنتي تقرأ في اللغات وتقرأ في المنهج بالإنجليزي. المهم لما جابتها والأم عندها شوية إنجليزي فلقتها كلها كفر صريح، فقلت لها: كيف أنت هيك تقري في البنت الكلام هذا؟ قلت لها: لا والله هذا منهج وما نقدرش نغيروه. قلت لها: لكن هذا يأثر على النشأ. قلت لها: وكان هذا المهم، هذه علم، علم إنجليزي وإحنا نقروا فيه. يعني حتى بعد أن نبهتها أن هذا تدريس كفر للمسلمين قالت عادي، وقالت هي عايشة أصل المدرسة هذه عايشة البرة وترى ذلك أمرا طبيعيا، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهاتان الجهتان القنوات من ثبت منه أنه نشر ولو مقطعا واحدا أو شيئا واحدا من ذلك لابد أن يعاقب بالطريقة الرادعة ولو بالقفل بالكامل، والمدارس الخاصة هذه نحن عقيدتنا أهم من دنيانا، ماذا بينا نحصلهم الاثنين، لكن لو بنجيب منهج باهي مقابل أن العقيدة تنضرب، لا لا ما نبوش المنهج الباهي. ونحن نستطيع أن نأتي بمنهج باهي، لكن الآن الأوضاع مختلة، لكن إذا حصلت المفاضلة بين
إما أن ترتقي في الدنيا وتضرب عقيدتك، وإما أن تحافظ على عقيدتك والدنيا بعد ذلك نصلحها رويدا رويدا. سنختار إصلاح العقيدة. لا فائدة للمسلم إذا ضربت عقيدته بعد ذلك في الترقي في العلم، في العلم ولا في غيره، لأن لما هذا بعدين يرقى ويجيب لنا قرواته ونحطوها رئيس سيقودنا للطريق العكسي، لن يقودنا للطريق التي تعتني بالعقيدة الصحيحة. وهذا مشاهد في معظم البلدان العربية، فرحانين أن رئيسهم قاري في الكلية الملكية الجوية ولا كذا، وبعد ذلك أنت شوف شن بيديلك رئيسك هذا اللي قاري في المدارس الأجنبية وما تشربها من صغر. يا ريت حتى مشي كبير مثلا عقيدة راسخة حتى لو قالوا له الباطل يسمع وما يعدلش عليه، لا ماشي هو من هو صغير. مئات يعني وألاف من المسلمين بهذه الطريقة. فهذه ولاة الأمور، رسالة لولاة الأمور، وزير الإعلام ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، أنتم في امتحان صعب الآن، إما أن تثبتوا أنكم مع الدين ومع الشعب، وإما أن ترسبوا وتستعدوا يوم القيامة لما هو أصعب. الأمر الثالث، ما يحصل الآن في الزاوية من حروب ومن صراعات ومن اختلال ومن قتل ومن هرج ومرج في مدينة الزاوية بالذات، تحديد مدينة الزاوية تحديدا، تحل الأمور يوم أو يومان أو ثلاثة ثم تشتعل مرة أخرى. تحل لأن كل الحلول ليست شرعية، كل الحلول حلول تلفيقية. ما داموا لم يأخذوا على يد الظالم أهل المدينة، يعني الآن رسالتي أهلي إلى أهل المدينة ألا تنتظروا من الدولة شيئا، خلوها إضافي. كان جدت معاكم وساعدتكم خير وبركة، وكان ما جدتكم ما ساعدتكم شو هذا الظاهر الواقع، أعبوا بعباكم بروحكم. راه فيها أهل الزاوية من العلماء والخيرين ومن هم حريصون على البلاد أغلب من المفسدين، أكثر عددا وعدة وأسمع كلمة عند الناس من المفسدين. لكن الإشكالية الكبيرة هي مسألة معقدة جدا ما يحدث في الزاوية، ولكن الإشكال الأكبر في الزاوية أنهم لم ينصروا أخاهم ظالما أو مظلوما. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال بأن تأخذوا على يديه وبأن تردعوه عن ظلمه. الآن ناس متنفذة في الزاوية أمنية، جهات أمنية، هم الظلم الذين يسببون هذه المشاكل. فلو لم تأخذوا على أيديهم وترجعوهم عن ظلمهم بالطريقة التي تختارونها أنتم، ولا تعولوا كثيرا على الدولة ما لم تأخذوا على أيديهم وتقفوا صفا واحدا ضدهم، ولو فعلتم سيزول هذا الظلم، ستبقى هذه المشاكل كثيرا للأسف، ونخسر مجموعة من خيرة شباب البلاد. مات فلان، الشاب الفلاني، من له علاقة ومن ليس له علاقة في بيته مسكين معتزل، هذه الفتنة بالكامل يقع عليه مقذوف، يقتله هو وجزء من أهله، أو يجرح جزء من أهله. فنصيحة لأهل الزاوية، لابد أن تأخذوا على يد الظالمين ولو بالقوة. إذا لم يرضوا بترك الظلم نتيجة احترامهم لمعظم أهل المدينة وكذا، لابد لأهل المدينة أن يقفوا مع المصلحين من أبنائها ليزيلوا هذا الظلم عن مدينتهم، ولترجع الزاوية كما كانت من أفضل مدن ليبيا في كل شيء. لكن أعمى المال كثيرا من أهل الزاوية. معقول أهل الزاوية يعني يشتروا في البنزينة بجنيه و30 وجنيه و40 وجنيه و50 والمصفاة تخرج منهم، بينما لا يحصل ذلك في مدن هي تأخذ أصلا الوقود من الزاوية؟ هذا كله نتيجة سكوت أهل الحق في البداية،
وتشجيع بعض الناس كذا للظالمين نتيجة استفادتهم مما يعطيه إياهم الظالمون من أموال وغير ذلك. هذه نصيحتي لأهل الزاوية. أخرج إلى فاصل قصير ثم نستقبل الأسئلة والاتصالات وعذرا على الإطالة. شاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. هناك ضخ إعلامي رهيب وهو أن دار الإفتاء لا تريد الصلح وإنما يهمها إراقة الدماء فقط، والمفتي يعني يتكلم عن الدماء ولم نسمعه مرة يتكلم عن المصالحة. رعت دار الإفتاء في سنة 2012 وكان يعني كانت المصالحة بين غريان والأصابعة عندما صار هناك اقتتال، رعت دار الإفتاء الصلح وكان في ذلك الوقت الرئيس عبد الرحيم الكيب رحمه الله، والشيخ هو الذي رعى الصلح ودعا رئيس الوزراء ودعا وفدا من الأصابع ومن غريان وتم الصلح في مقر دار الإفتاء. دار الإفتاء أيضا ساهمت في الصلح بين ورشفانة والزاوية وبركته. بارك الشيخ المفتي في لقاء متلفز ما حصل بين الزنتان ومصراتة من صلح، وحث الليبيين على الاستمرار في هذا النهج، وحثهم أيضا على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، لأن سبب المشاكل التي تتطلب صلحا بعد ذلك هو يعني إيواء المجرمين. فنصر أخاك وهو ظالم هو أن تكفه وتردعه عن الظلم وترفع الغطاء بميثاق شرف تتفق عليه كل مدن ليبيا بأنهم لا يناصرون مجرما ولو كان ابنا لمن وقع على هذه الوثيقة. فأيضا ساهمت ورعت وباركت دار الإفتاء الصلح الذي حصل بين الزنتان والمشاشية في الشقيقة، كل ذلك أو مسرات أو تورغة، بل قال الشيخ هذه هي المصالحة الناجحة التي لم تتدخل فيها بعثة الأمم المتحدة. كل مصالحة قامت على يعني عدم رعاية من الأمم المتحدة قامت على أسس سليمة استمرت ناجحة إلى الآن، لكن المصالحات الفاشلة التي كانت لأسباب سياسية كما نرى الآن مثلا من ممن رعى الصلح بين مهجري بنغازي وحفتر، الحقيقة أنا أنظر إليه بمنظور أن المخابرات المصرية يعني ضحكت على هؤلاء وأرادت أن تلمع حفتر من خلال تمرير هذه المصالحة. وهم عندما فاجأهم حفتر في 4-4 قالوا خاننا حفتر وخدعنا حفتر، فلا أدري أي سياسة ينطلقون منها. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اتصال الأخ المهدي من الجنوب. أخ المهدي من الجنوب، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد المحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ تمام الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يسلمك شيخ. الله يبارك فيك. عندي سؤالين شيخ. تفضل. سؤال أول شيخ، هل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى مغرب، ومثلا صلاة العصر إلى صلاة العشاء بسبب سفر؟ بسبب ماذا؟ سفر. بسبب السفر. باه إيه؟ والسؤال الثاني؟ سؤال ثاني شيخ، أنا أقرأ كل يوم ورد قرآني، وهل أقرأ بنية الشفاء؟ تقرأ بنية الشفاء؟ إيه. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إيه بارك الله فيك. أخ يونس من مصرات عبر الفايبر. السلام عليكم شيخ عبد المحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وجزاك كل خير، نسأل الله لك بالصحة والعافية أجمعين يا رب، والقناة الطيبة، ونسأل الله كف الدماء ونصر قوتنا المسلمين في غزة
وفي كافة الناس في الزاوية، نسأل الله أن يثبتهم ويبارك فيهم. يا رب يا رب. والله يا شيخ معهد بن محسن، أنا عندي مضيف كلامك جميل بديت فيه. أنا عندي باعتكار باحتكاك شوي بالإعلام، أنا أعطيك حتى بعض المعلومات مش لك أنت هو، لكن أنت عارف، لكن للناس اللي حقيقة لغاية لعقيبة. وزي ما قلت حضرتك، الناس اختبارات ذات نبض مش صدفة راودية. أنا نقول لك من سنة 14 من الكارثة، طبعا ضرب الإعلام، كيف ضرب الإعلام؟ فكان الدولة الإذاعات كانت توصل في ليبيا كلها، وكانت هو قريبة من اللي ما فيش التباعد لتو. طبعا من ضمن الولايات المتحدة هي كثرة المحطات المحلية، وهذه طبعا خطورتها أن كل اللي يقولوا محترم إليك كل يقول لا في ورا، هذه اللي زادت الفتنة، كان نكمل هاي المذاعات وبتها قصير. وحتى لتو عندنا محترم إليك ما فيش قبول من المناطق نتاعنا، رغم ان كل واحده فيها اربع خمس ست عاد خلينا ما نسمع اذاعات الناس ذكر المنهج السيء اللي نعانوا منه. فراه الحقيقه الاعلام خطير جدا، وبالذات راه الراديو لان في السياره وفي النقال ويختاروا في المواضيع اللي هي تنميه بالعسل وقت الدروه وقت الزحمه، عارف الضغط انت بطلت شعلها قصه كبيره. ولهذا راه الاعلام خطير جدا، وهذا اللي خلى الطائفه تتوغل، لان الناس حطوا الناس سله واحده وخلوا ممكن اذاعه ولا اثنين ست راسها تثبتهم والباقي عمروهم. ولهذا اللي يشتغل بيدير اخطاء مهما يكون، لكن هم طبعا من طلب عيبا وجده. فعليه التعريف على كلمتك، الاعلام راه خطير ولعب دور كبير، وحتى يعني محترم لك. وحاجه ثانيه، لعبه السافيه والعاقل، عرف انت يجسد بالنبض بالصغار هذيا، وبعد كان مشي لما رمشي وكان يقول لك يا انت تو هذا ما صغار والعيب على العقل وبرا في الكلام هذا. ان شاء الله بعدت الموضوع، لكن والله دي قيمه. في نصيحه اخيره وانت منك تشاركني فيها استاذ عبد المحسن، ارى الحل تو بايدينا، طبعا اجتماع العلماء ربي يبارك فيهم، ولازم المسجد يقوم بدوره والنادي يقوم بدوره والمدرسه تقوم بدوره. ما فيش منطقه ما فيهاش علماء ما فيهاش انصائيين يقولوا ما يسمى الكتاب والمتعلمين، اين دورهم من الامور دي؟ لازم النهض باي منطقه مناطق لكي نصبوا ونعاونوا على الاقل العلماء. ويا سيدي الله غالب، انتم مهمشين العلماء، لك على الاقل يا سيدي هذا حصانك وهذا السدره، ورينا ورينا فلاحتك اللي عندك اللي ديرها، ودور النوادي الثقافي الاجتماعي، ولا ما فيش الا بعض الجمعيات والكشافه. نتمنى تركز على الموضوع هذا، لان هذا هو اعتقد نوع من هذا واحد من الحلول. ربي يبارك في جهودكم الخيره، ونحن على الطلب. الله يبارك فيك اخ يونس، بارك الله فيك. الاخ محمد من الزاويه، السلام عليكم. أخ محمد من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محسن، بعد ثورة 17 فبراير طبعا القنوات تغير تبرمن يدير في الفتنة. أول وحدة قناة الصالح الغريري اللي تكلم فيها أنت تو تخلوه. يلا أنا قلت لك توا أنا قلت لك فيه قناة جايبة مقطع تنصيري ولابد من اتخاذ الإجراءات ليه. شنو فيها من فتنة هذه يا سيدي؟ هاي في الموضوع اللي نتكلم فيه الآن على الأقل، شنو فيها من فتنة؟ هل طلب تحصين الأطفال وتحصين العامة من المسلمين عن بث هذه الأشياء فيها فتنة؟ إذا كانت تعتبرها فتنة ذاك مشكلتك بروحك. قبل البدء من ما الأخت أمت الله بغازي، أيوه أخت، تفضلي أخت أمت الله. السلام عليكم. بارك الله عليك. السلام حتى الله بركاته سماحة الشيخ. سماحة الشيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. نبي نقول لك بس تفسير القرآن الكريم، قريت كتاب وباسم وزيت عنوانه تفسير الإمامين الجليلين. نعم تمام. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم إيه؟ أيوة شاري أنا كتاب وعنوانه تفسير الإمامين الجليلين. تفسير الجلالين، الجلالين. الإمامين الجليلين جلال الدين محمد بن أحمد هو أيوة. جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين. بالضبط. أيوة. مش تفسير الجليلين، تفسير الجلالين. لأن الزوز اسمهم جلال. هو مكتوب الجليلين الإمامين الجليلين. هو تفسير الجلالين، وبعدين الإمامين الجليلين
جلال الدين أيوة. المحلي وجلال الدين السيوطي. بالضبط تماما ايوه بالضبط صح. ايه لقيت نفسي حضرتك يا سماحة الشيخ. تفضلي. يعني عادي التفسير هذا يعني تفسير تفسير ممتاز ومعتمد عند أهل السنة ممتاز خذي منه. هو اسمعي ما فيش عندنا كتاب لا خطأ فيه إلا القرآن. إيه والباقي كله راهو عمل بشر سيقع، وإلا لو كان عمل البشر ما فيش حتى خطأ بالتالي نقول هذا معاش كتاب بشر، هذا كتاب إله وهذا غير واقع. لكن ما تكون الأخطاء فيه قليلة جدا وغير مقصودة ولا تؤثر في العقيدة أو في أساسات الدين فهذا مقبول، وما تكون الأخطاء فيه بغير ذلك تكون كثيرة ومقصودة ومتعمدة هذا الذي ينصح بعدم تتبعه. بالضبط. به سؤال ثاني بس سمحت الشيخ. تفضلي. أنا دايرة مسابقة لأبنائنا صغار تشجيعا على حفظ القرآن وتبليغ تشجيعنا بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا يعني. مسابقة. أنا دايرة مبلغ مالي أيوة مسابقة لأبنائنا الأصغر يعني عرفت. إيه. فأنا دايرتهم تشجيعاً بيشكبروا القرآن وحفظاً للرسول عليه الصلاة والسلام. باه. ودايرة مبلغ رمزي يعني هم كل واحد زائدة. وأنا أدريهم يقولون لنا لازم هذا شيء يعني تشجيع اللي بيشتركوا بيحبوا الله سبحانه وتعالى وهكذا يعني. باه إن شاء الله. هل هذا يعتبر قرض يعني مع الله سبحانه وتعالى؟ لا شك في ذلك لا شك في ذلك الله أكبر. لا شك في ذلك بإذن الله تعالى إذا سلمت النية فهو تشجيع وجعل النشأ يعني يقبلون على قراءة التفسير وعلى حفظ القرآن وعلى قراءة السيرة وحفظ القرآن وحفظ الرسول عليه السلام والسيرة وهكذا وفي ذلك خير كثير بإذن الله تعالى. المهم صفاء النية خالصا لوجه الله خالصا لوجه الله بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي يتقبل منك يا بارك الله فيك. الله يبارك في الجميع. بارك الله فيك الله لأن الوقت الآن صعب جدا. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخت أمة الله. الأخت أم محمد من الخمس. أخت أم محمد الاتصال انقطع بالأخت أم محمد. قبل الإجابة عن المهدي من الجنوب بقي سؤال من حلقة الجمعة السابقة. شخص قال سيشتغل في محل صاحبه ماله حرام فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ المال الحرام بالنسبة للإنسان على ثلاثة أقسام، إما أن يكون المال كله حراما متيقنين أن هذا كان صفر وخنب خنبه ولا عنده فلوس يعني المال كله عنده حرام متيقنين منه هذا، أو شخص عنده حلال وحرام ولكن الحرام غالب يخدم في وظيفة حلال ولكن اللي نشوفه فيه يدير فيه ما يندارش بالوظيفة هذه، يعني إذا كان معاش يشتري له سيارة بس وسيارة قديمة هو عنده 10 سيارات جدد وفارهة عنده جزء حلال ولكن الغالب هو الحرام، أو بالعكس عنده حلال وحرام ولكن الغالب هو الحلال، كل واحدة لها تفصيل. بالنسبة من كان ماله كله حراما فهذا لا يجوز معاملته ولا قبول هديته ولا أي معاملة معه، لا تبيع وتشري ولا تأجر ولا تأخذ ولا هدية ولا هبة ولا غيره، لأن الآن أنت متيقن أنك ستأخذ مالا حراما، إذن هذا من تيقن يقينا كاملا أن ماله كله حرام. الثاني من كان ماله مختلطا ولكن الغالب عليه الحرام، هذا ينبغي ألا يتعامل معه ولا أن تقبل هديته ولا غير ذلك، لا تبيع وتشري ولا تكون أجير ليه ولا تخدم له حاجة ولا تقبل منه حاجة ولا تقبل منه هدية ولا تقبل منه صدقة ولا تقبل منه غيره. قال ينبغي أن يفعل ذلك. ينبغي هذه معناها حرام ولا مكروه؟ بعض العلماء من ماله مختلط والغالب عليه الحرام
قالوا يحرم التعامل معه، وبعضهم قال يكره وهو الأقوى، يكره فقط ولا يحرم، ما دام عنده جزء حلال يكره التعامل معه ولا يحرم. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل اليهود والنصارى وهم لا يتورعون عن أكل الحرام وعن الخمور وعن الربا وغير ذلك من الأمور الحرام. طبعا هذا التفصيل إذا قلنا الغالب عليه الحرام إما أن يكون محرما على قول فقهي عند بعض أهل العلم، وإما أن يكون مكروها وهذا هو الأقوى. قالوا ما لم يتأكد أن ما لم بعينه محرم، أو يتأكد أن ما لم بعينه حلال، بمعنى لو نيرت هذا الشخص اللي ما له مختلط بين الحلال والحرام جاب لي حاجة قدامي هيك ريتها بعين إن هذا مال حرام وقال لي بنشري منك ولا نبيع ولا هاك هدية ولا كل مني، نقول لا معاش فيها الآن مكروه وحرام، لا هذا حرام 100%. أو بالعكس اتيقنت أن الشيء الذي سأشتريه منه أو المال الذي سيشتري به مني أو الهدية التي أهداني إياها ريتها حلال، ريت واحد من الناس الخيرين أعطاه هدية فهو جاء قال لي خذ الهدية هذه، هني هذه نأخذها 100% لأني تيقنت أنها حلال. أو ريت يسحب في معاش الوظيفة وهو ملتزم بالوظيفة وجاء قال لي هيا شو رأيك نعزمك على عصير ولا ماكلة من فلوس الوظيفة اللي أني متيقن أنها حلال، هنا يصير حلالا، صار من ماله مختلط والغالب عليه الحرام، إما أن يحرم التعامل معه على قول أو يكره، هذا إذا لم أتيقن أن المال حلال أو حرام. فإذا تيقنت أن المال المعين حرام فهو حرام قطعا، وإذا تيقنت أن المال الذي سيعاملني به أو يهديني أو يتصدق به علي حلال فيجوز لي بعد ذلك أن آخذ منه. المرتبة الثالثة من ماله مختلط والغالب عليه الحلال، هذا يجوز لك أن تتعامل معه وأن تقبل هديته وصدقته ما لم تتيقن أن مالا بعينه حرام. لو أني هذا الشخص اللي غالب عليه ماله الحلال رات أخنب حاجة وجاء بيهديني تلك الحاجة ولا باعها وبيعطيني جزء من مالها ولا بيشري مني ولا يبي يبيع لي تلك الحاجة، الآن لا، أقول الأصل في معاملتك الحل لأن الحلال على مالك أغلب، ولكن في هذه الشيء بالذات الذي رأيتك سرقته أو تعاملت به تعاملا محرما لا يجوز لي بعد ذلك أن أخذ منك. وبالتالي إذا كانت شبهة فقط، السائل قال شبهة هو ما قالش 100%، أنت الآن تقص كان لقيت الحرام عليه غالب، فالأفضل وخاصة إذا وجدت بديلا أن تبتعد عنه، لأن من ترك ما شبه له كان لما استبان لترك ما استبان كان لما استبان منه أترك، هذا في الحديث قال اللي يتقي الشبهات ويحرص على اتقائها سيكون أكثر اتقاء في الأشياء الصريحة الحرمة، وبالتالي الأفضل لك أن تبتعد عنه. لكن إذا كان ما عندكش خدمة لهية وكذا فيمكن أن تبقى معه وأن تبحث عن بديل غيره بناء على من يقول بأن معاملته مكروهة وليست محرمة. الأخ المهدي من الجنوب، هل يجوز تأخير الظهر إلى بعد المغرب أو العصر إلى بعد العشاء بسبب السفر؟ لا لا يجوز، عندنا في السفر رخصتان، رخصة القصر ورخصة الجمع، لكن الجمع أن تؤدي الصلاتين المشتركتين في الوقت في وقت إحداهما، إما بأن تقدم العصر إلى وقت الظهر وإما أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو تقدم العشاء إلى وقت المغرب لترتاح أو تؤخر المغرب إلى وقت العشاء لترتاح. أما أن تترك الظهر إلى أن يخرج وقتها وقت العصر إلى المغرب فهذا لا يجوز، ولو اضطررت إلى النزول إجبارا، النزول من آلة السفر اللي أنت فيها إذا كنت تستطيع النزول
تنزل وتصلي ولو أضاع عليك ذلك جزءا من الوقت. أما التأخير هكذا إلى الوقت الأخرى فهذا جائز، تأخير الظهر إلى وقت العصر. الآن أنا ما دام الطريق فاضية ويسرت لي الأمور ما نبيش نصلي الظهر الآن، لكن بنصلي الساعة 6 الساعة 7 قاعد وقت الظهر، لأن المغرب يؤذن الساعة 8، فنقدر نأخر الظهر إلى الساعة 6 إلى الساعة 7 7 وربع ونصليها مع العصر مرة واحدة، أو نأخر المغرب إلى الساعة مثلا 3 أو الأربعة باش نصليها مع العشاء مع بعضهم، ولا نقدم العشاء والعصر مع المغرب والظهر. أما تأخيرها بمعنى إخراجها عن وقتها الاختياري والضروري مرة واحدة فهو حرام وإثم، ويجب التوبة منه، ويجب ألا تستمر في زيادة التأخير بل تؤديها بأسرع وقت. قراءة القرآن بنية الشفاء لا حرج في ذلك، بل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالتالي القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، فيجوز لك أن تقرأ بهذه النية وأن تتلو بنية التلاوة العادية ثم تدعو الله عز وجل أن يكون عملك الصالح شفاء لك وإزالة لهمومك، كل ذلك جائز بإذن الله تعالى. المهم ألا يترك الإنسان التلاوة والتفكر في التلاوة ومدارسة كلام الله عز مدارسة كلام الله عز وجل في كل يوم على الأقل ولو قليلا، لكي لا يسمى هاجرا للقرآن. عندنا سؤال عبر البريد، قال هل يجوز شراء الذهب من محلات الذهب عن طريق خدمة موبي مال؟ ما نعرفهاش خدمة موبي مال، لأن الآن كل يوم تطلع خدمة جديدة، لكن الآن ما أستطيع أن أقول هنا إذا كان التحويل المال من حسابك إلى حساب التاجر أو المصرف وكيل التاجر عن قبض المال لو كان فورياً مع التفاهم ومع استلام الذهب فنقول لا ربا فيها، لكن بعد ذلك ما نقدرش نقول لك مو بمال بصفة عامة حلال 100% ولا حرام إلا بعد رؤية العقد. والإشكالية في كثير من العقود في ليبيا غير واضحة، يجيب لك كلمتين هيك بس ويجي لدار الإفتاء يقول والله يشوفوا لي العقد هذا ليس عقدا في الحقيقة، هل هذه نية مبيتة لاستعمال الحرام ولا شنو بالضبط، ولا عدم اهتمام بالزباين ولا شنو بالضبط ما نعرفش، لأن في الدول الأوروبية لما تعامل مسلم يجيبوا لها يعني من الألف للياء يوروا لها وعندك واحد اثنين ثلاثة وتأكد أن معاملتنا معاك حلال، مش لأنه هو يبي الدين هذاك، لا لأنه يبي يربح. فأنت كان تبي تربح وتبي الناس تقبل إليك بين أن معاملتك من الألف للياء شنو هي باش تسأل دار الإفتاء ولا غير دار الإفتاء، إذا كان في خلل يبينوا لك باش تعدله. أما بالطريقة الآن كثرت الخدمات وفي غالبها نحن متوقفون لأن ما عندناش العقد النهائي الذي يجعلنا نستطيع أن أقول حرام أو نقول حلال، لأن راه ما نقدرش نقول حرام وأني ما اطلعتش على العقد، لأن قد أحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، أو بالعكس ما نقدرش نقول حرام وهي حلال ولا نقول حلال وهي حرام إلا بعد الاطلاع على العقد. لكن إذا كان المسألة متعلقة بالربا، الربا سهل، إذا دخل الذهب لحسابي أو قبضته والمال هذا دخل لحسابه مباشرة أو للوكيل العنة اللي هو المصرف وكان هذا مع التفاهم على السعر فلا ربا في ذلك، على الأقل نضمن إن ما فيش ربا. قد يكون في أكل مال بالباطل في الخدمة هذه، وقد يكون فيها جهالة أو قد يكون فيها غرر، لكن نتأكد أن ليس فيها ربا على الأقل.
بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقات الأخرى. أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز.